نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الدنيا قطيشوا أوعدي وعلاش طايشوا قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وما يزهلوا أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نسبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الضيق طيشوه أوعدي وعلاش طيشوه قولوا لي وعلاش لا منسال عليه لا منسال عليه لا منسال عليه صار وحده يشبه خياله عذبوه لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب عنا حبس ويباتوا يحتالوا ليل ونهار ويراقبوا أوعدي وعلاش يراقبوا ما غفلوش عليه ما غفلوش عليه نسبولوا الشبكة وصيدوا نبيل حبيل نقول لك حاجة قولي ولا خلاص ما كان لحنا هذا ريحان أنا راني نسمع فيك حبيت نقول لك دير في بالك برك باللي من غيرك أنت واحد ما حيدين أحلف لازم نحلف لك والله غير ما غير كنت واحد ما حدين أما أنت قبل ما تحلف هكذاك ما حلفتني واش اخبارك سي طيب
ما نكذبش عليك يا سي العربي، اليمات هذو رجعت نخاف شويه على الفيرما. واش تخاف؟ الا دوك تحب نشوف عساس ولا زوج ونسوك يا با بروبليم، وهذا غير في الليل. والله غير نحيتها لي من فمي، هكذا على الاقل كيغيب الواحد يغيب مطمن على رزقه. ايه فصان شهرين بزاف، على شهر نشوف لك انا عساس، وهذا غير في الليل، في النهار ما عندك ما تخمم، كاين الخدامين وواحد ما يدور هنا كاع. ربي يحفظك سي العربي. Je pense que moi je suis bien. À la belle. Chauffez, rochez vous jeter de l'amiodarone à 150 mg. Rapidement. الشيء اللي ما فهمتوش عمي طاهر. فرنسا واش كانت حبه منك؟ علاش كانوا يعذبوا فيك؟ يا ودي انا يا كي اندلقت الثورة. طلعت الفوق للجبل عند الخاوة. بغيت نعاونهم تما. هما من داك عارفيني مولا خير ومولا دراهم ومولا أراضي، قال لك يا ودي لا انت هود تحت وعاوننا بالمؤونة، عاوننا بالسطيح وعاوننا بالنظام. هوت وقعدت ندعم فيهم بالشي اللي طلبوه، ومن داك نطلع الفوق للجبل، لا سيما كنت ندعم التحت اكثر من الفوق. واحد كيكون بخير عليه وزايد في النعمة ما تخافيش منه. صح، هو الجهاد ماشي غير بالسلاح، كان جهاد بالقلم بالكلمة وبالمال ثاني. صح. إيه. وهذا الشيء اللي درته أنا، قعدت ندعم في الثورة بالسلاح وبالمال وبصحتي والحمد لله. الحمد لله بابا، ربي يرحم الشهداء. ما يرحمهم ويوسع عليهم. Il est là. Je suis sûr qu'il est là. Se cache quelque part. Thank you.
بكيت يا بنتي، بكيت الدم أنا من العذاب اللي ديته، بكيت وبكيت أكثر على ذاك الشاب اللي قتلوا له ولده قدامه. يا حسرة، قتلوا له ولده، قتلوا له أمه، قتلوا له أبواه، رغم أنه ضحى بيا وإن شاء الله ما رحمته فرنسا. لو كان راجل ما يبيعكش يا ودي، لو كان راجل، لو كان ضحى بيا قبل وخبر عليا قبل ما يقتلوا له ولده. واش تقصد بابا؟ واش نقصد؟ نقصد بالتضحية يا بنتي، التضحية ما هي سهلة. هول أمي ما راها كي تموت موت، ربي العرش نتاع الرحمن راه يتزهزم، وما بالك يقتلوها لك قدامك ويقتلوا لك أبواك وولدك والعائلة تاعك. يا حسرة، الله يرحمهم ويوسع عليهم. أناني مسامحه، أني مسامحه في الدنيا وفي الآخرة، وعلى بالي بلي ربي ثاني يسمح له. الله غالب عليه المخلوق. سمحته صح؟ أحوكي دنيا وآخرة بنيتي. قلبك طاهر كما اسمك. ما عشتوش هذاك الوقت، وكان عشتو ذاك الوقت وشتو الظلم وشتو الحقرة وشتو الاستبداد، تعرفوا قيمة صلة الرحم وتعرفوا قيمة الوالدين. قسات القلوب يا بابا وكحالت، ربي يجيب الخير. يا ودي الله يجيب القسام، أما الخير راه كاين يا بنتي. اللهم آمين. آمين. الله يرحمهم. آمين. الله يرحمهم وخالق. مزيان اللي علمتيني قبل ما تجي، كان عندي شغل كنت خارج. اسمح لي ولا غير ديت زوج سوايع باش نجي نشوفك. يعطيك الصحه اللي سنيتني. تستاهلي كل خير. جبتي المطلوب؟ بيان سور، كيما دوما نديت. تفضل. قل لي وقتاش تكملي الخدمه؟ مول التصويره اللي جبتيها راه في المرتبه الثانيه عندنا في الشبكه، كاينه خدمه قبلك غير نكملوها نوصلوا للحاله نتاعك. اليوم نسهر معاها ونكملها 100%. يعطيك الصحه. تفضل. هكذا الخدمه راح تكون مضمونه 100%. احسب دراهمك. صار عليك، خليها في النيه. انت تعرف خدمتك. رتيبة الشطرة، يعطيك الصحة. بلا مزية للا، مهما ندير معاكم ما قدرش رد خيركم. يا اخي قلت لك ما زيديش تعاودي هاد الهضرة، انت راكي بنت الدار. لا لا صح، عمري ولا حسيت اني براني عليكم. الله يبقي عليك مستر. يعيشك. المهم انا نروح نوجد العشاء وانت كي تكملي لحقيني. هذاك هو يجي العربية يتعشى ويصلي ويرقد. يا حليلو مسكين، الفلاحة واعرة. ربي يقدروا. امين. Thank you.
عينا عمي قدوس. جماعة أعطيكم صحة. لا مزيان يعمل العظيم. أو الكاميون يسنى فيكم الفوق حتى قشكم فيه. إيه بارك الله فيك. بارك الله فيك. صحة. والله يا حنونه غير كي عرفت بلي اليوم جو دغوبو تاعك قلت لهم في الخدمه عيطوا لي الدار هكذا كاع باش نجي نشوفك. بو يا نسيمه واش من روبو يرحم بابك، انا سمانه كومبلي وانا نهمبر في الصالون الخدمه راكي شتي كلاتني الخدمه. واش نقول لك حتى نهار جو دغوبو تاعي نجي ندير نيتواياج تاع الصالون ونزيد نستيغيليزي الماتيريال. ما نكذبش عليك راني حابه نجيب امراه تعاونني ونخلصها وخلاص. والله ما انتبهت وكان قلت لك انا نجي تعاونتك. بو روح روح انت اللي فيكي كيفك حبيبي. بوح عليا علاش راني حنرفد الجبال. كملي لي كملي لي واش درتي فيها مع حبيبنا كيفاش وين لحقتي؟ مازال بوغ لو مومون صاغول راني نستنى. قال لك يعطي لي واحد القرعه فيها الماء نرشلو وين يمشي. واش يدير الميت في يد غسالو؟ شوفي تديري غير واش يقول لك وان شاء الله فيها خير. بوغ لو مومون شوفي راني نتبع فيه كلمه بكلمه ان شاء الله سوف دوني ان ريزولتا. ان شاء الله حبيبتي تستاهلي كل خير. الله يسلمك. شو فكره مليحه هذه نبيله؟ على بالي بلي فكره مليحه بصح الحاجه اللي راهي مقلقتني سي كرام كاينين بزاف لي زابليكاسيون كيما هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اه عمي العربي واش راكم؟ رحمه ربي وانت لاباس؟ لاباس الحمد لله نشكر الله. هذه غيبه. يلاه لا غيبك واش تحب. وعمي الطاهر واش راه؟ راك تعرف حالة الكبار. إيوي. ما تنجم تقول لاباس. نبيل كريدي خلاص لي وأنا عندي مزال ما هدرتش مع الولد. والله غير عرفتها. نيميروك عندي عمي العربي. لاباس. شحال نديرو؟ هاك ديرهم كاع. داكور. هكذا بنادم ما يبقاش رايح جاي. زيد تهدر زوج كلمات خلاصهم. هذه حالة اللي يهدر مع الخارج. وي. إي فوالا نورمالمون وصلوا. خلاص؟ خلاص. إي يعطيك الصحة يا سيدي. مالا وليدي نبيل خليك. هكذا السلام عليكم وربي يعاونكم ان شاء الله. الله يحفظك عمي العربي. مرحبا بك. مزيان تفكرتنا اليوم اسيدي والله غتوحشناك. خالتي قمرة الخدمة اللي فيها تخدمة المخ تنسيك على عائلتك. عمي بوعلم هو راه يعرف ويقول لك صح. قال لي صف كنت رفيق لازم تريح شوية. خدمة على خدمة على خدمة راهي كل يوم وعلى العام. هذه هي الحالة اللي يكون واحد وحده صعيبة شوية كي يمرض يسيختو كي يكون وحده في الخدمة. كنت وحدك ميتوك ما راكش. لا لا ما فهمتينيش خالتي كمرة. وحدي في الخدمة المنصب تاعي فيه شوية المسؤولية كي نغيب كان حتى واحد يقدر يكون في بلاصتي. صح. وش عليه اصبر دوك يزيدو عندك دراري ويكبرو ويعاودوك في بزاف حوايج الوقت راهو يجري. صبر برك ان شاء الله. ايوي شكون قال حنان تكبر وتتزوج ودير دار حتاخد رفيق. تقولي جيت تديها اليوم على بالك راح تخلي لي ضيق الخاطر.
واش راك تيجي تقعدي معها؟ راهي وحدها. هي وحدها وبالها مخليه وحده. روح انت وياه الدار دارك خالتي قمره، منها تنسيها ومنها تنسيها شويه. عمي بوعلى من راه مازال ما شتوش. بوعلام هذا وقته ما يطولش، ولا ما راكش مقلق تقدر تسناه. مالا مصطفى كيما قلت لك انت زال بنا على الدوسي، انا الكارطه خلاص راني فريتها لك مع عمي الطاهر. نحضر اي بصح انت تاني شمر على دراعيك وزير سنتورات. نوعدك عمي عربي غادي نشمر على دراعي وغادي نخدم ونزير روحي، وانت نستكثر خيرك على الوقفه تاعك معايا. واش من خير؟ واش من خير يا مصطفى وليدي؟ الخير من عند الله. الله يحفظك. سمعت احنا انا نديرو غير في وجه بنادم مكان. الله يحفظك عمي عربي. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عربي السلام عليكم. وليدي مصطفى واش راكم؟ لاباس خير غايه. واش هذه الغيبه خويا؟ يا خويا لا لا غيبك، رانا جينا راك تشوف. تفضلوا شرفونا شربوا معنا هواي. الله يحفظك. الله يحفظك عمي مقرن. عمي مقرن انا قلتها والله راني مزروب، بصح شوف انا نوعدك بلي نجيك تسمعني من هذاك القصيد الزين. الخير عند ناسو الا تسليف. نعم يا شيخ، وبيه جوده للحسن وبيه تكافي. يا حسره دزني 50 سنه ونار يا سي العربي. هيا في الامان خويا العربي. الله يحفظك. سلام الشيخ. الله يحفظك عمي مقرن. الشيخ تاع الصح سبحان الله. عمي العربي انا وبالنسبه لاصحاب الحاره راني لايم كاع التليفونات وراهم واجدين، راهم يقارعوا غير الموعد تاعك وانت ديرها انت. انا شوف الوقت ديرو نتايا. وقت لي يساعدك عيط لي انا نكون عندك. صاي خليها عليا بارك الله فيك. الله يسلمك. صحيت عمي عربي. صحيت. سلامة. عمي بوعلام انا على بالي باللي انت تخمم كما انا. انا اللي همني يا سي رفيق الدور اللي نحطه في افير شحال يجيب لي؟ يجيب لك 1000% من الربح. انا ماذا بيا المشروع هذا تكون انت الشريك نتاعي نسيبي خير من واحد براني. الله فيك الخير يا سي رفيق. يا عمي بوعلام اش راك تقول لي سي رفيق؟ يا اخي انا كيما عود ابنك رانا عيله واحده ولا لا؟ الله يبقى عليك ستر، تربيه اخلاق، الله يبارك، راك مفرحني. جاب لي ربي كاين خاص حاجه برك عمي بوعلام، النسخه من الوثائق تاع الملكيه اللي تثبت ان العقارات والمحلات نتاعك هذا مكان. هاد الوثائق اصليين، انت نسيبي وثيقه. لو كان ندور الكره الارضيه زوج مرات ما لقاش واحد في حل كيما انت. بارك الله فيك عمي بوعلام. هذيك الساعة الله يكثر من مثلك يا وليدي. الدنيا تبدلت سليمة، مابقاتش كما كانت. الحبيب ولا غريب، والغريب يولي حبيب، اللي كان بعيد يولي قريب، البراني يوقف معاك، فاميليا يسمحوا فيك. هذه هي الدنيا الله غالب كيما اي وي. القلوب كحالت. علاش؟ باسكو الناس كامل ولا تحوس على الماده. مزيه ربي هو الرزاق. ربي سبحانه سبحانه كيما باباك كجد الدنيا دنيا كون ما سمحش فيك. انا نسيبه ما يبغينيش هذه حاجته، بصح انت بنته ماما مو يوقف معك. الله المستعان. ربي يسمح له. انا هذا الزواج ما يساعدنيش،
بنتي ما نزوجهاش لواحد شومور ما راهو وارث والو. يا سيدي خدموا عندك وتهلا فيه، ما فيها والو. واش راكي تقولي تخدموا عندي؟ هذا دبارته يا لالا سليمة. سيد داخل يدي المرأة والخدمة وبالك نزيد نقسم معها رزقي. بابا انت ما تعرفش مصطفى، مصطفى عنده النيف. ما نحوش نعرف، انا اللي زوجك وانا اللي نجيب لك الراجل وانت يا تسكتي. علاش يا بابا راك دير لي هكا؟ علاش راك حاب توقف لي في ساعات خيري؟ يا انا يا هو. شكرا. معناتها لو كان تروحي معاه الدار هذه ما تزيديش تشوفيها، والرخت تاعك ما تزيدش تشوفه هنا، فهمتي؟ بو علام حرام عليك، حلي بنتك يا بو علام. انت يا تسكتي كي نكون نهضر. نهار تاع اليوم اعتبر نفسك قتلتني. سليمة سمحي لي، والله ما قصدت نفكرك بالماضي. وانت علاش يا مصطفى؟ هذه حاجة تكتبت وصلت والحمد لله. دعي لي ربي يرزقني والله ينعوضك على كل شيء اللي فات ونعيشك أحسن عيشة. إن شاء الله ربي يرزقك ويعطيك حتى يرضيك إن شاء الله يا ربي. والله العظيم غير ندعي دايما 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 ندعي ربي يفرج علينا إن شاء الله ويعوض لنا على كلش. أنا عبيب لي غبنتي معايا وشوفريتي وشتي المرة معايا، نعهدك والله غير عيشتك أحسن عيشة. بيخليك ليا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه بنتك؟ لا لا يا وليدي، كون جات بنتي ما خليهاش توصل لهذه الحالة. واش جيك؟ كنت معاهم كي لقاوها قطعت لي قلبي، كنت نجي نطلع عليها نجيب لها شوية فاكهة، إذا ما عندهاش نشري لها الدواء كما تقولوا انتم من باب الإنسانية. برك ربي كتر من امثالك. عمي طيب يا وليدي، طيب طيب وإنسان طيب. سمع نروح أنا. ها قعد وين تروح لك مقلق، زيد صبر شوية ودي حسابك دوك يفوت عندي طبيب يدي لي بيت صورتي وروحوا كيف كيف. انا ما تروحش مع الاهل تاعك؟ بغيت نقول لهم كاين غير انت اللي على بالك بلي خارج اليوم، قلت زعما نديروا لهم سيربريز. صاحبي يبغي لي سيربريز، انا صاحبي يبغي لي سيربريز، على هذه انا ندي صاحبي بكلاكونا طيب كيما نداري. طال العشاء عليك تخمم غير في العشاء؟ قلت لك ما قلنا لهمش شكون باي طيبه. سهله، انا نشري نصرف ونبقى نسال كريدي. اي تما تبقى تصرف وتسال، تما ما مدخل هاد الفاتوره تاع البعويد والتفاح. لا لا دو صدق عليا زعما، واه هادو نخاف الملح يخرج فيه. ماشي مشكل امني. البارح وانا نسوق شو تفكرت فيا نهار اللي عطيتك اللوطو وديت لي مفتاح وخليتني هايم. تعقل يا حسره يا ما تشبين، بصح راك مخسر معايا بزاف. فاش تعاني بديت حقودي حقودي ودي كمريض. راك تاكل في التفاح انت شريته وراك تاكل فيه ما كليتوش ما بانا. رانا رايحين سيدي هنا. اسمع معايا صح قول. اي صح قول ساعتك.
صباح الخير عمي عربي. او رفيق كسبات صبا لاباس انت لاباس الحمد لله. اسيدي راك وليت الدور في الحاره. عندي واحد الامر عمي العربي لو كان تريقني فيه نرفحك والله العلي العظيم ما ننسلك خيرك. نريك لك فيه ترفهني رفيق وليدي دي مايش هدره مانيش هدره قاعد تاع رجال. قولي واش تسحق الا قدرت نفريها لك نفريها لك والله ما نخيبك. وزيد باباك صاحبي تعرفني نشتيه جيستو موي يا اخي بابا اكثر من خوك ياك. الله يرحمه. قولي برك واش كاين. اعطيني قهوه قرعامه عمي العربي. يا اخي انت تحب الخير للناس وتحب ياك. ايوا كيفاش البارح اليوم غدوه الله يجعلها عاده. على بالي جيت عندك كاين واحد المشروع لو كان ينجح نسلك الغمة والغبينة اللي راهم عايشين فيها الحارة ان شاء الله وليدي. ندخل معايا بأي طريقة كما حبيت انت. ان شاء الله. وش هو الدور تاعي انا؟ مطلوب منك برك باش تبيع لي العقار اللي راك انت وعمي طاهر. انا رجعنا ليها. اي ولا لا مازال ما كملتش كلامي يا عمي العربي. اللي حبيت تاني تكون شريك معايا وش رايك؟ سمع انتوما تريبوا القديم وتبنوا جديد و لا نبنيو جديد سنتر كوميرسيال والكبير وفي لافريك وفي الحارة. لافريك الحارة رفيق وليدي الله يجعله يكون هو الكبير في العالم قاع. انساها وليدي هاد العقلية غير انساها. وش راك تحكي يا عمي العربي؟ حبيت تعرف واش راني نحكي. دوك نفهم وليدي. أولا الحارة والتاريخها ما يتباعوش. ثانيا ما نمسحش شهود الحارة. ثالثا والأهم يا رفيق وليدي تاريخ الحارة هو الشاهد على الجرائم والكريم اللي دارهم الاستعمار. فهمت؟ انساها وليدي وهذا ما كان. سبحان الله العظيم التاريخ مكتوب في الكتب ومغروس في القلب. خلونا من العقلية هذه خلينا نبلو بلاد. خلي ولادكم وحفادكم يورثوكم على الأقل. رفيق خلونا نبنو البلاد. سبحان الله العظيم. أنا ما خليتكش تبني البلاد. ها رفيق أرض الله وسع الله يبارك ابني وين حبيت كيما حبيت. بصح الحارة وبلي انسى وليدي العزيز الزهر. المهم مازلنا نزيد نريحو مرة زوجة. جاب لي ربي غير عمي طاهر يفريها بيني وبينك ان شاء الله. على بالك حورية قاعدة اللي راها قاعدة سهرة طيبة وراهي خير من القعدة نتاعنا انا وياك. كيفاش يعني؟ كيفاش يعني؟ هو الكرسي اللي راها مجمعة فيه حكايات وحكايات ما على بالكش. حابني نبعد عليك ونروح نسمي رتيبة والا حسدت رتيبة على هذيك القعدة. ايوا ها تاني رتيبة المخلوقة نحسدها على قعدة ولا على كرسي او غير راني نثقف فيكم ونوعي فيكم. واه بابا راك جايبها من ورايا غير الخير. خير راني مقلش هاتك. واه مقلشتني الله يعطيك الصحة والله يعطيك الخير. بصح على بالي راك مقلق مني كي ما خليتك تتزوج. وشنو عمي طاهر حاب يتزوج؟ راتي بهاد الحكاية عندها 20 سنة. بوه انا حسبتها جديدة. قلت هذا كون وجد روحي لصغاريت وش طيح. لا ما توجدي روحك لا لصغاريت لا لشطيح ليها. اقعدي راك مليحة في كرسيك. عمي طاهر خذني في الشطيح. هذا ما بغيتي. اي حول ولا قوة الا بالله.
صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مادام. اش ماكش حاب تشوف فيها؟ علاش نشوف فيك؟ ياك راكي مرت راجل درك وانا تعرفيني ولد اصل. لا بالي بلي ولد اصل ما قلتش الكونتخي. بغيت نقول لك برك بلي انا عايشه بيان الحمد لله. لا جيتي توريني العز اللي طاح عليك من السما ان شاء الله. نسيتي نسيتي باللي سمحتي فيا؟ ما نسيتش. بلاصتك مازالها هي هي، حاجة ما تبدلت. إذا سحقتني تقدر تعيط لي نمبورت كيل مو. صبري نشوف. عرفو راني سامحها هاد الهضرة. إيه نبيل والله والله ما كان يديني من غيرك. شفاية ليها نبيل. أنا جيت حبيت نعاونك. سيل تو بلي.